ما شاء الله هذه المدرجات الزراعية آثار ممن عاش هنا في هذه الأماكن وعمرها. ونحن اليوم نمشي ضمن برنامج الإخوة في وادي حيبي، برنامج ما شاء الله شارك فيه جمع كبير من المشاركين يستمتعوا بهذا المكان ويمارسوا الرياضة. ما شاء الله مجموعة أيضا من الأبناء الشباب مشاركون بهمة عالية رائعة، الحمد لله رب العالمين.